دونك قاعد يتم اخراج اخراج المجموعه الثانيه اللي التحقت بالمعتصمات داخل مقر الولايه بالقوة من قبل الامن. اللي الامن يقول انه المعتصمين ما احترموناش وذاك علاش الرجال يخرجوا ونساء يقعدوا. نذكر انه احنا رانا موجودين داخل مقر ولايه قفصه داخل مقر ولايه قفصه وين مجموعه من المعتصمات اللي كانوا امام المعتصمين اللي كانوا امام مقر الولايه المطالبين بالتشغيل يأكدوا على انهم يحبوا يدخلوا في اعتصام مفتوح امام مكتب والي الجهه اللي مازال ماهوش متواجد لحد اللحظه نظرا لتواجده بتونس العاصمه لحضور المجلس الوزاري المضيق اللي انعقد امس العشيه واللي كانت قراراته مخيبه للامال للجهه ككل. الامن يقرر انه المجموعه اللي التحقت في المرة الثانية بمقر الولاية ودخل الولاية اتغادر وتم إدخال فقط أربعة معتصمات اللي يلتحقوا بزميلاتهم. وحالة احتقان في صفوف المعتصمات اللي ما زالوا موجودين داخل المقر.